وربما أراد الفنان العماني القديم أن يصور لنا أن الإنسان ولا يزال هو من يمثل أكبر تهديد لحياة النمور. من المعروف عن الذئب أنه زائر ليلي يبدأ نشاطه عقب غروب الشمس، إلا أن عدستنا استطاعت هذه المرة من التقاط بعض الصور للذئب العربي في وضح النهار وهو يحاول البحث عن فريسة يسد بها رمق جوعه. ونراه هنا يحاول التسلل إلى تجمع لحيوان الوبر الصخري الذي يتغذى على أوراق الأشجار. الرائحة المميزة لهذا الذئب الجائع حذرت تجمع الوبر من الخطر القادم، فتولى أحدها إصدار إشارات مسموعة ففهمها كل من في الغابة، فتسارعت خطواتهم للهرب من الخطر القادم. يلف الصمت والسكون هذا المكان الذي تطوقه جبال الحجر الشرقي من كل زوايا. ويخترق هذا السكون حراسا يمضون نهارهم متسلقين قمم هذه الجبال الشاهقة بحثا عن حيوان خجول يشبه الماعز الجبلي في شكلها. يعرف حمود بحكم سنواته العشرين التي قضاها في هذه المحمية ساهرا على راحة واستقرار هذا الحيوان أن ليلة البارحة كانت دافئة وأن حيوان الوعل العربي قد أمضى ليلته نائما في هذا المكان. يبدو أن سعيهم في الوصول إلى هذا الحيوان قد اقترب، حيث تدلهم آثار شعيرات متناثرة على الأرض على مكان تواجده. ينقضي اليوم دون أن يتمكنا من رؤية هذا الحيوان الخجول. رؤية نسر محلق بين الجبال الشامخة يعيد لهؤلاء الحراس الأمل في العثور على الوعل العربي.
إلا أن سعي حمود ورفيقه سيف في رؤية الوعل العربي يجوب هذه الجبال باءت بالفشل، فيقرران اللجوء إلى تقليد صوت الوعل على ذلك أن يكون سببا مغريا في حثه على الخروج من الكهوف والشقوق الجبلية التي يأوي إليها. تتردد أصداء صوتاهما في أرجاء المكان، وتتلقفها الجبال المحيطة بهذه المحمية الطبيعية. وأخيرا يتمكن الفريق من رؤية أنثى وعل ورضيعها يجوبان هذه الجبال بحثا عن شجيرات نابتة، فيما يفضل الذكر الابتعاد عن القطيع لحين موعد حلول وقت التزاوج. تبدأ الأم بتعليم طفلها منذ نعومة أظافره مهارات تسلق الصخور والجبال العالية للاعتماد على نفسه في البحث عن موارد الغذاء مستقبلا. يتأقلم الوعل مع البيئة التي يعيش فيها، فعندما ترتفع درجة حرارة الأرض خلال الصيف تنزل الوعول إلى مناطق الوديان والأراضي المنبسطة بحثا عن المرعى والتكاثر، وخلال الشتاء تبقى في أماكنها في كهوف الجبال العالية التي لا يستطيع الإنسان الوصول إليها ما لم يكن يتمتع بمهارة عالية في التسلق تعادل مهارة الوعل في خفة الحركة والرشاقة. على الجانب الآخر من هذه الجبال يمضي رلوت الحرسوسي يومه في مراقبة قطيع آخر من الوعول، هي من أبناء عمومة الوعل العربي. إنه الوعل النوبي الذي يستوطن جبال منطقة الحقف الواقعة في المنطقة الوسطى من سلطنة عمان. توصف هذه الحيوانات بالبهلوانية لأنها تعيش في الجبال المرتفعة، ويمكنها التحرك بسهولة فوق الصخور الحادة والجروف الشاهقة شديدة الانحدار بحثا عن الغذاء والمأوى. يتميز الوعل النوبي عن نظيره العربي بقرونه المعقودة الكبيرة والتي تختلف بين الذكر والأنثى، فعند الذكر هي طويلة بها مجموعة من الفقرات تصل إلى 24 فقرة، وعند الأنثى هي قرون قصيرة بارزة تظهر جمال الأنثى ورشاقتها. منذ خيوط الصباح الأولى يبدأ الضباب الكثيف في تطويق أشجار السمر ذات الإبر الشائكة، فهو يوفر كميات كبيرة من الماء تتجمع على شكل قطرات في أطراف هذه الأشجار تتغذى عليه حيوانات الجدة التي يشح فيها وجود الماء.
تم إنشاء محمية المها العربية في عام 1994 لحماية المها والحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض. هذا القنفذ الأثيوبي يسعى جاهداً للبحث عن طعام له من الحشرات والديدان، مستعيناً بقدميه الصغيرتين وجسمه الشوكي في ذلك. على مقربة من تجمع الوعل النوبي يستوطن حيوان لطالما تغنى الشعراء بعيونها الواسعة وفرائها الأبيض وقرونها الطويلة. إنها المها العربية، أو كما يسميها البدو هنا في جدة الحراسيس بإبن سولع. فراء المها الأبيض يعمل كمقياس حرارة لجسمها، فهو يقيها حرارة الطقس صيفاً حيث يعمل على عكس أشعة الشمس القوية، كما يعمل كجهاز تدفئة خلال فصل الشتاء ليقيها لسعات البرد الجافة. عرف عن هذا الحيوان قوة صبره وتحمله، فهو قادر على قطع أكثر من 150 كيلومتراً بحثاً عن مياه الأمطار، علاوة على تحمله العطش والعيش بدون ماء لشهور عديدة. تتغذى المها على الحشائش والأعشاب التي تنبت في أرض الجدة عقب سقوط الأمطار، وتبقى لفترات قصيرة قبل أن تجف بفعل حرارة الصيف الذي لا يطاق في هذه المنطقة. بالقرب من موطن المها يتشارك الوشق هذا المكان، فمنطقة نفوذه لا يسمح لأحد أن يشاركه إياها حتى وإن كانت أرنباً برياً. مشهد الوشق وهو يتأمل الدخلاء على مملكته تجعله يفكر في الدخول في مطاردة قد تعود عليه بوجبة دسمة يسد بها جوع يومه. وتبدأ المطاردة، أرنب بري حذر سريع الجري، ومن خلفه وشق أسرع منه. ولكن يبدو أن الأرنب يستطيع هذه المرة الفرار من غريمه. وفيما ينشغل ذكر الوشق بمطاردة الأرنب، تحاول أنثاه الهرب من هذا الغراب المزعج الذي يطاردها أينما ذهبت.
تشير أصابع لتهام في افتراس هذا الضب الشوكي خارج جحره إلى غرير العسل الذي يفترس كل ما يصادفه أمامه من السحالة والحشرات والطيور والنباتات. قصة افتراس غرير العسل هذا للضب تتمثل في حاستي السمع والشم القويتين اللتين يملكهما هذا الحيوان، والتي تمكنه من تحديد أماكن وجود خصمه ومهاجمته داخل جحره. تتنافس الثعالب مع بعضها البعض في البحث عن الطعام، ونرى هنا هذين الثعلبين يمشطان هذه المنطقة الجبلية الوعرة بحثاً عن غذاء لهما داخل أحد الجحور. فالثعالب غالباً ما تتغذى على الحشرات والقوارض عندما لا تجد ما تأكله من اللحوم الحية. وجبة دسمة ربما تكون عبارة عن طائر صغير أو حيوان زاحف حصل عليها هذا النسر، فيحاول الثعلب مقاسمته إياها، فتشتعل المنافسة بينهما، فكلاهما متمسك بحقه في الحصول على هذه الوليمة التي لا تكفي إلا لشخص واحد فقط. حيوان بري آخر يتخذ من الأحراش والأشجار ملاذاً له. مشيته تدل أنه حيوان مفترس كبير، لكنه في الواقع قط بري يستوطن مناطق الأودية والمناطق الصخرية. يتميز القط البري بلون فرائه الرمادي الكث وعينيه الصغيرتين وحجمه الكبير. وهو يختلف عن أخيه القط الرملي الذي يمكن تمييزه ببعض الخطوط على ظهره، وهو يفضل العيش في المناطق الرملية والصحراوية. يمكن مشاهدة الغزال العربي في مجموعات صغيرة وهو يمرح في سهول محمية المها. وتعيش هذه المجموعات في أسر مكونة من الذكر والأنثى وأطفالهما الصغار. تقتات هذه الأسر الصغيرة على أشجار السمر المنتشرة في جنبات هذه المنطقة.
يعرف عن الغزال العربي خفته ورشاقته في القفز والركض عند شعوره بوجود خطر محدق به. تبحث الأم عن صغيرها الذي يبدو في هذه الصحراء الشاسعة وحيداً وقلقاً من غياب أمه. إلا أن ظهور الأم يدخل الطمأنينة على قلبه فيقفز فرحاً لرؤيتها. تحاول الأم حماية أطفالها من الحيوانات الجائعة، فتحملهم بعيداً عن أعين الدخلاء إلى أن يصفو الجو من المخاطر. هذا البحر كان يغطي كل هذه المنطقة الواقعة في داخلية عمان. ويدلل على ذلك هذه الصور التي تحكي تاريخ المنطقة من أنها كانت مغمورة بالمياه منذ أزمنة ساحقة. من هذه الصور يمكننا تمييز بقايا حيوانات وأصداف بحرية ومحارات وشعب مرجانية تحجرت داخل الصخور الصماء في هذا الوادي الذي يفتقر اليوم إلى أدنى مقومات الحياة، ويفتقر أيضاً إلى قطرة ماء. يرجع علماء الجيولوجيا ظهور الجبال هذه إلى ملايين السنين، وبسبب تحرك عمان مع بقية الصفائح القارية وانتقالها من موقع إلى آخر عبر ملايين السنين تنوع المناخ فيها. وساعد ذلك على ظهور مثل هذه الأشكال التي نحتتها الطبيعة على هيئة حيوانات برية وبحرية عندما كانت مياه البحر تغمر هذه الأجزاء.
تحاول هؤلاء البنات اختلاس النظر إلى هذا الورل الصحراوي أكبر السحالي في شبه الجزيرة العربية. يتغذى الورل على جيرانه من الزواحف والقوارض، ويتعمد دخول الجحور بحثا عن فريسة سهلة يأكلها. عند شعوره بالخطر يلجأ إلى الجري السريع باستخدام أطرافه وقوائمه. سحلية من نوع آخر تشبه الورل قليلا في شكلها، إنه الضب الذي يفضل العيش في البيئات المستوية والمفتوحة، حيث يقوم بحفر جحور عميقة تغوص داخل الأرض توفر له الدفء والأمان. جحور الضب تتجه غالبا لجهة الشرق، فهو يحتاج في بداية يومه إلى تسخين جسمه بأشعة الشمس قبل الانطلاق إلى الخارج بحثا عن الأعشاب والنباتات. كما يفضل الضب اعتلاء الصخور والأشجار حتى تلامس جسمه، ويمكنه ذلك من رؤية الخطر المحدق به والتعرض إلى أكبر قدر ممكن من الشمس، خصوصا في أيام الشتاء الباردة. يعرف عن الضب بأنه حيوان نباتي يعتمد في غذائه على أوراق النباتات الصغيرة التي تنمو بالقرب من جحوره، يأكل منها قضمات صغيرة ويذهب إلى نبتة أخرى، فهو يتعمد عدم أكل النبتة كاملة ليحافظ على الغطاء النباتي في منطقته التي يسكن فيها. تم تسجيل أنواع كثيرة من الزواحف في السلطنة، بلغ عددها أكثر من 75 نوعاً من الزواحف التي تتوزع على البيئات المختلفة في مناطق السلطنة. ولعل أغرب هذه الأنواع سحلية الجبينة الصفراء لمقدرتها على تغيير لون جسمها إلى اللون البرتقالي أو الأصفر. غالبا ما يتم مشاهدة هذا النوع من السحالي وهي جاثمة على فروع الأشجار التي تتسلقها لترطيب جسمها أو تدفئته. كما تشاهد في الوديان المغطاة بالجلاميد أو على المنحدرات التلية. تنفرد محافظة ظفار بتضاريس مختلفة تتوزع بين المناطق الساحلية والجبلية ومنطقة النجد والمنطقة الصحراوية. المناطق الصحراوية من المحافظة تحتضن الكثير من نماذج الحياة الفطرية،
فهي مكان مناسب للكثير من الزواحف والحيوانات والنباتات البرية والطيور المهاجرة، مثل طائر تمير وادي النيل ذي الألوان الزاهية والذي يمتاز بمنقاره الطويل المدبب. وتبدو هذه الحرباء العربية قد اتخذت اللون الأخضر جلداً لها للتمويه وخداع أعدائها، ويساعدها في ذلك عيناها المنتفختان غريبتا الشكل. تضم سلطنة عمان الكثير من المواطن البيئية التي توفر المكان المناسب لعيش الأفاعي، فالأفعى السجادية العمانية هذه تبحث عن فرائسها بين الصخور حيث تنتظر اعتدال الطقس لتبدأ البحث عن طرائدها. يبلغ طول هذه الأفعى 80 سنتيمتراً، ويبدو رأسها كبيراً ومنتفخاً مقارنة بباقي الأفاعي في المنطقة. عالم الليل له مخلوقاته، فزواره ينشطون مباشرة عقب اختفاء قرص الشمس، مثل ثعلب بلاند فورد الذي ينتظر برودة المساء للترصد لفرائسه من القوارض والحشرات الصغيرة. ناشط ليلي آخر يبحث عن غذاء له، إنه طائر السبد الليلي، أو كما يطلق عليه البعض اسم صرار الليل نسبة إلى صوته الذي يشبه الصرير. زائر ليلي لا يمكن تمييز جسده الشوكي الأسود في الليل الحالك، مما يسبب له الوقوع في بعض المتاعب، لا سيما مع الحيوانات الأكبر منه حجما. يستخدم الشهيم الهندي جسده الشوكي في التخلص من أعدائه، ويتعمد غرزها في جسم خصمه ملحقا به الكثير من الإصابات.
هذا الفأر وهو من فصيلة الجربوع يحاول جاهدا البحث عن فتات بسيط من الأكل، لكنه يبدو خائفا وحذرا في ذات الوقت، حيث إن خطر أفعى الهرة التي تترصد له يبدو قريبا جدا. فيحاول بكل ما أوتي من قوة الهرب بعيدا عنها. الأفعى العربية المقرنة كما يدل اسمها تمتلك قرونا فوق عينيها، وقد لا تمتلك وتتخذ من الأراضي الصحراوية مأوى لها، حيث تدفن جسمها كاملا داخل الرمل. حدة البصر لدى أفعى الرمال تساعدها على اكتشاف تحرك فرائسها، فتنقض عليها بسرعة البرق، فهي من أسرع الأفاعي في شبه الجزيرة العربية. رقصة الأفعى هذه تشبه إلى حد كبير رقصة الكوبرا، فالأفعى من شارية الحراشف تقوم بتحريك جسمها بما يشبه الرقص. هذه الأفعى النفاخة تعد الأشرس بين الأفاعي، فسرعة انقضاضها على فرائسها وقوة صوتها المرتفع الذي يشبه الهسيس يجعل الكثير من الكائنات تهابها وتحسب لها ألف حساب. لضمان أن تبقى بلادنا غنية بجمالها الطبيعي، يجب علينا ضمان توفير الحماية الكافية لموائل الحياة الفطرية في الأراضي التي نعيش عليها، وحماية النظم البيئية القائمة عليها، فالحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع.